هو مش انا عندي خط، مش انا عندي خطين اتقطعوا عشان مع بعض اهو، ايوه صح؟ اتقطعوا في نقطة، ملك السلام، اتقطعوا في نقطة يا جنى، مظبوط؟ ايوه طيب احنا قلنا طالما اتقطعوا في نقطة، خطين اتقطعوا في نقطة، يبقى الزاوية اللي فوق دي هتساوي الزاوية اللي تحت دي بحاجة اسمها بالتقابل بالرأس، مظبوط ولا لأ؟ ايوه فاكرة ولا مش فاكرة؟ ده حاجات من الترم الأول، لو مش فاكرة قول لي أفكرك عادي. والله فاكرة فاكراه. التقابل بالرأس؟ ايوه ايه؟ تمام. ايوه طيب انا بقى دلوقتي يا جنى عايز اعمل الكلام ده باستخدام البرهان. ازيك يا ملكة متأخرة؟ الحمد لله. متأخرة ليه يا ملكة؟ أنا يا مستر كنت بره بس الدنيا كانت زحمة أوي. طيب طب يلا، احنا لسه ما بدأ يعني، ما بدأناش كتير، هناخد اول درس حتى تمام اصلا. ماشي. تمام فبص يا جنى، دلوقتي احنا اتفقنا ان البرهان بتاعي عبارة عن 3 حاجات، حاجة اسمها معطيات بكتبها، حاجة اسمها مطلوب بشوفه هو ايه، وفي الاخر خالص بقى ببدأ اكتب البرهان بتاعي، مظبوط؟ ايه تمام. هو واضح قدامك يا جنى ان ايه المعطيات اللي موجودة عندي، ايه الحاجة اللي هو قايلها لي؟ اللي هي ألف لام ماشي، ماله؟ وجيم دال مالهم بقى؟ متساويان لا مش متساويين، هو ما قالش متساويين، متقاطعين. متقاطعان بالظبط. يبقى انا عندي مستقيم اسمه ألف لام، ركزي يا ملا، يتقاطع بيتقاطع مع مستقيم تاني اسمه جيم دال، اتقطعوا في نقطة اسمها ايه بقى يا جنى؟ إيه بهاء. يبقى اروح اقول له المعطى اللي موجود عندي او الحاجه اللي انا شايفها بعيني، ان المستقيم اللي اسمه الف لام اتقاطع مع المستقيم اللي اسمه جيم دال في النقطه اللي هي هاء. يبقى ده كده المعطيات. في حاجه تانية انت شايفها يا جنى؟ لا مفيش، يبقى خلاص المعطيات خلصت. طب المطلوب، قلت لك المطلوب هتروحي تشوفي هو عايزك تثبتي ايه او تأوجدي ايه او تجيبي ايه او اي حاجه. فهو الراجل بيقول لي اثبت ان قياس زاويه الف هاء دال تساوي قياس زاوية لام هاء جيم. بروح أقول له إن المطلوب اللي أنت عايزه مني إثبات أو أثبت إن إيه بقى؟ أن قياس زاوية ألف هاء ألف هاء تال تساوي قياس زاوية لام هاء جيم. يبقى أنا كده مبدئيا جبت له المعطيات بتاعته وكمان حطيت له المطلوب، بقي لي أهم خطوة بالنسبة لي البرهان. البرهان. قلت لك البرهان أنا بستخدم المعطيات اللي موجودة اللي انا شفتها وقلتها عشان اوصل للمطلوب اللي هو عاوزه. طيب انت المعطى الوحيد اللي قلت موجود يا جنى ان عندي مستقيم اسمه الف لام بيتقاطع مع مستقيم اسمه جيم دال في نقطه اسمها هاء، اروح اقول له بما ان، قلت لك المعطى اللي موجود هنحط له بما ان، 3 نقط دول يعني بما ان. طب بما ان ايه؟ بما ان المعطى اللي موجود ان مستقيم اسمه الف لام اتقاطع مع مستقيم اسمه جيم دال فيها. طيب لما هما يتقاطعوا مع بعض في نقطة يا جنى، يبقى أنا استفاد إيه بقى؟ ده البرهان. تقول إيه؟ البرهان آه، إحنا ما إحنا دخلنا في البرهان قلنا أول حاجة بما أن المستقيم ألف لام يتقاطع مع المستقيم جيم دال في نقطة اسمها هاء. طيب هما اتقطعوا في النقطة اللي اسمها هاء دي، أنا استفاد إيه بقى يا جنى؟ اللي زاوية الرأس. لا ماشي، يبقى زاوية ايه بتساوي زاوية ايه؟ الجيم ده زاوية، طيب كده الزاوية، بص يا جنى هما اتقطعوا في نقطة هاء دي صح؟ أيوة. يبقى على طول الزاوية اللي فوق دي بتساوي الزاوية اللي تحت. طيب أنا عايز أقرأ الزاوية اللي فوق، قلت لك نقطة الرأس، رأس الزاوية دي بحطها في النص، انا عايز اجيب الزاويه اللي فوق، بشوف بقى الحرفين التانيين، الحرف الاولاني اسمه هاء الف، الحرف الثاني اسمه دال، يبقى لازم عندي هاء في النص والف دال، يبقى الزاويه اسمها الف هاء دال، معايا كده؟ أيوة. طيب جيبي لي انت بقى كده الزاويه اللي تحت دي يبقى اسمها ايه؟ هاء في النص ويعني هاء في جيم هاء النص، لام. جميل، يبقى اسمها جيم هاء لام.
الزاويتين دول اسمهم او حالتهم مع بعض ان هما متساويتين. ليه؟ انا قلت لك عندي خطين اتقطعوا في نقطه، بروح عند النقطه الزاويه اللي فوق بتساوي الزاويه اللي تحت، مظبوط؟ أيوة. يبقى هقول له اذا قياس زاويه، قلنا اول واحده كان اسمها الف هاء دال تساوي قياس زاويه، الزاويه الثانيه جيم هاء لام، ما انساش اكتب له ان هي بالتقابل بالراس، سبب ان هما بيساووا بعض ايه؟ ان هما زاويتان متقابلتان بالراس. في اي مشكله كده؟ لا في مشكله يا محمد؟ محمد طيب، فاهمه يا ملك ولا ما لحقتيش؟ لا فهم. طيب هو كده الدرس بس اللي هو البرهان بس؟ البرهان ده الدرس الاول. الدرس ده مهم جدا يا شباب، جدا، لان هو بدايه الهندسه معاكم، هتلاقيه مكمل معاكم كل السنين اللي جايه. بعد الدرس ده اي مساله هتحليها لازم تحليها بالقران ده، ما ينفعش تجيب نتائج زي الترم الاول. طيب يلا كده يا ملك، يا ملك نعم هو بيقول لي اوجد قياس زاوية هاء ميم جيم. قولي لي الأول كده من غير برهان ولا حاجة، إزاي هنجيبها؟ لحظة هي زاوية عايز اجيب زاوية هي اللي في ها النص دي ايه؟ اللي في النص دي اللي في النص دي مين؟ تبقى هي تبقى ميم وميم 60 و60، ميم ميم دال 60 و60، ليه بقى؟ تقابض بالرأس. كلام جميل. 62 ده انا كنت اقبلها منك لغايه قبل 5 دقائق بس، لكن بعد ال5 دقائق ما عدتم لازم بنمشي في حاجه اسمها برهان. يعني ايه برهان؟ يعني لازم تروح تكتبي لي 3 حاجات، تكتبي لي ايه المعطيات اللي موجودة عندك، بعد كده تكتبي لي المطلوب اللي هو عاوزه، واخر حاجة الحل بتاعك. ما بتقوليش 60 و60، بتمشي لي بحاجة اسمها البرهان. يعني ايه؟ اول حاجة ايه المعطيات دي يا ملك؟ قال لي المعطيات دي عبارة عن الحاجة اللي موجودة انت شايفاها بعينك، او هو مديها لك كمعلومة. يعني ايه اللي انت شايفاه هنا في المسألة دي يا ملك؟ لام دال تتقاطع مع حلو، جيم ميم في نقطة ميم. جميل جدا. يبقى اقول له اول معلومه او اول حاجه موجوده عندي ان عندي مستقيم اسمه لام دال اتقاطع مع مستقيم اسمه جيم ميم. جيم خلينا بقى نسمي دي مثلا اي حاجه بقى، كاف مثلا، اتقاطع مع مستقيم تاني اسمه جيم كاف، الاثنين دول اتقطعوا في نقطه اسمها ميم. ده كده اول معلومه. طب عندك معلومه تانيه تعرفيها او هو مديها لك؟ قياس زاوية لميم جي بـ920. اديني كمان ان قياس زاوية لام ميم جيم تساوي 120 درجة. في حاجة تانية لسه؟ وكاف ميم هاء 60 وه ميم
لا ايه ده 60 انا لسه ستين؟ ما اعرفش ان هي 60. 60 دي ما اعرفش، انا بتكلم في المعطيات. هو مديني ان دي بتساوي دي، ده في المعطيات، لكن ما اعرفش بيساوي كام لسه. معايا؟ يبقى اقول له كمان ان قياس زاويه كاف ميم ها تساوي قياس زاويه دال ميم ها. دلوقتي في مشكله؟ لا حلو. طيب قال لي المطلوب، ادخل بقى على المطلوب، انا خلصت المعطيات. المطلوب يعني هو عايزك تجيبي ايه او تثبتي ايه يا ملك؟ ان قياس زاوية ه م ج. خلاص اقول له المطلوب بتاعك انت عايز قياس زاوية ها ميم جيم. خلاص كده خلصت اول بندين، ادخل على اهم حاجة البرهان. البرهان بقى بستفاد ايه؟ بروح اشوف المعطيات اللي موجودة معايا استفاد بيها عشان اوصل للمطلوب. طيب هو اول معطى كان موجود معاكي اسمه ايه يا ملك؟ لميم جيم 120. ده مين دي 120؟ لا، اول معطى كمان ان عند مستقيمين اتقطعوا في نقطه، صح؟ صح. يبقى اروح اقول له اول حاجه، اقول له بص انا عندي شكلين، يا اما نقطتين كده وفي نقطه تحت، فدي بما ان دي بستخدمها مع المعطيات، يا اما نقطتين وفي نقطه ثالثه فوقهم، دي يعني اذا بستخدمها مع النتائج اللي انا وصلت لها. معايا؟ فاول حاجه ألف، أول حاجة إن لام دال اتقطع مع جيم كاف في نقطة ميم، ده كده معطى بالنسبة لي. يبقى أقول له بما أن ميم دال جيم كاف تقاطع لام دال، لام دال تقاطع جيم كاف في ميم، الاثنين اتقطعوا في نقطة ميم، إذا أنا استفاد إيه بقى لما هما يتقطعوا في نقطة ملك؟ استفاد إيه لما هما يتقطعوا في نقطة واحدة؟ الزاوية كاف ميم دال هتبقى 120 بتقابل براس. حلو. يبقى اقول له الاول اذا قياس زاويه كاف ميم جيم تساوي قياس زاويه كاف ميم دال. لازم اقول له السبب، هما بيساووا بعض بالتقابل بالراس. يبقى ايه بقى؟ يبقى اذا قياس زاويه كاف ميم دال هي كمان تساوي 120 درجة، صح كده؟ صح. حلو. أنا استفدت لغاية دلوقتي إن دي كده 120 درجة. حلو. طب هو عايز إيه؟ هو عايز هاء ميم جيم، تعال نمشي معاه كده. عايز هاء أدي هاء، عايز ميم أدي ميم، وجيم يعني عايز الزاوية دي أصلا، ده أنا لسه ما جبتهاش. أعمل إيه بقى يا ملك؟ أنهي زاوية؟ الزاوية اللي احنا عدناها بالاحمر، بقول لي زاوية هاء ادي هاء، ميم ادي ميم، جيم اهو، يعني عايز الزاوية دي. طب دي اجيبها ازاي؟ لو لاحظت ان الزاوية دي يا ملك عبارة عن زاويتين، الزاوية دي والزاوية دي، مظبوط؟ طب ما اجيب دي كده لوحدها وبعدين ارجع اشوف اجيب دي ازاي؟ جيب لنا اول واحدة اللي فيها اكس دي، تعرفي تجيبيها ولا لا؟ أول واحدة تبقى 60. 60. بس ما قلنا بقى، ما بقولش تبقى 60 وخلاص، هقول له ايه بقى؟ هقول له بما ان ايه، واضح جدا ان ميم هاء ده بينصف الزاويه الكبيره، صح ولا لا؟ صح. حلو. ده كده البرهان بقى ملك، وده اللي هنحل بيه في كل اللي جاي، حتى في السنين اللي جايه هتحل كده. هقول له بما ان ميم هاء ينصف، يعني قسمها لنصين، بينصف ايه؟ بينصف زاوية كاف ميم ده. اذا الزاوية اللي انا عايزها بقى اللي هي دي اسمها ايه؟ اسمها هاء ميم دال. يبقى اذا زاوية هاء ميم دال هتساوي نص ال 120، يعني هتساوي 60 درجة. تمام؟ يبقى الزاوية دي كده مبدئيا 60 درجة. بس انا كنت عايز الزاوية دي، انا عايز الزاوية دي. طب انا جبت حته منها اهو، يبقى باقي لي هي الحته تبقى الثانيه دي. ستين. اعمل اجيب الحته الثانيه دي ازاي؟ هي الزاوية المستقيمة 180. جميل جدا الكلام بقى اللي انت بتقوليه ده يا ملك، لازم تكتبيه في الدرس النهارده. اي كلمه انت بتقوليها او بتفكري فيها لازم هتقوليها. هقول له بما ان
قياس الزاوية المستقيمة، الكلام اللي انت لسه قايله بالظبط اهو، الزاوية المستقيمة قياسها كام؟ قياسها 180 درجة، صح كده؟ طيب صح. يعني الزاوية دي كلها 180، يبقى الحتة اللي انا عايزها دي كام يا ملك؟ 60. 60. يبقى اقول له اذا، اقول له بقى اذا قياس زاوية جيم ميم دال تساوي ال 180 كلها، اخدت منها 120، يبقى بتساوي 60 درجة. طيب انا دلوقتي جبت له ايه؟ انا جبت له الحتة دي لوحدها ب 60 والحتة دي لوحدها ب 60، يبقوا الاثنين مع بعض ايه بقى؟ بكام؟ 120. 120 درجة. اخر خطوة اقول له يبقى اذا قياس زاوية، كان اسمها ايه الزاوية اللي هو عاوزها؟ هاء ميم جيم، هتساوي الستين الحتة الأولى والستين الثانية، يعني الزاوية دي 120 درجة. لو كنت الترم الأول يا ملك بتقولي لي ال 120 دي في كلمة واحدة كنت بقول لك برافو وشكرا، إنما من أول النهاردة ال 120 بالنسبة لي إجابة ناقصة كتير جدا جدا، لازم أمشي بمعطيات، أمشي بمطلوب، وأمشي ببرهان. في مشكلة؟ لا واضح؟ واضح. تعالي نعمل كده كمان. معانا محمد ولا ايه؟ ايه معانا؟ اه في مشكلة؟ لا محمد. محمد. يا محمد هو موجود لسه؟ موجود ايوه موجود. محمد. يقعد يا رب. يلا كده مع بعض يا شباب، أوجد قياس زاوية أه ب د، أدي ه وأدي ب وأدي د، يعني عايز الزاوية دي في كام؟ كلام جميل. أخدنا جميل. الترم الأول إن مجموع قياسات زوايا مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة ب 360 درجة، مظبوط؟ فكنت بروح مظبوط. على طول أقول له الزاوية دي كده يبقى 360 ناقص دي ناقص دي ناقص دي، جبت الزاوية دي صح؟